دلوقتي هنتكلم عن الباترن. اول حاجة ازاي نعمل قماشة، هنحاول كده حرفيا نعمل قماشة. لو قربنا كده وعملنا زوم ان هنلاحظ ان القماشة عبارة عن دوائر جنب بعض. غير جديد ونختار اللون الاسود كريشن شيبتور. لو مش باين عندي دايرة مفرغة هنا، لأ موجودة، على الت في شيفت عشان تديني دايرة في الوضع الافتراضي. هنعمل درايف كليك يمين، نخليها حجم معقول، الت في شيفت عشان تكون على نفس التوازي، نرجع للي في النص ونرفعها. هنبدأ بأول شكل عملناه ونحدد كل الرات اللي أخدناها بعده، كل النسخ نعمل لها نفس كلها بأكبر. هنخلي تحتيها نقف على أول لير وشيفت على آخر لير، كليك يمين ميرج لير، نعمل لير تحتهم بالجديد. لو قفلنا اللورين شلنا التحديد واخترنا باكيت تول وانت بكتور هنا باتل، واخترنا اخر باتل اللي احنا عملناه كده. هيطلع عندي فيه فراغات انا مش عايزاها، هنحاول نملي شكل مربع بالدوائر. هنبني الهيرات كلها ونخلي واحد بس ناخد منه النص، ونرجع تاني نعمل مربع. أنا دلوقتي باخد بعمل جايد عشان أعمل مستطيل، وبعدين أعبيه بالدوائر. كليك على اول لير ونضغط على شيفت، وبعدين نحدد بقية الليرات. دلوقتي هنعمل ميرج لكل الليرات، كنترول وكليك في المربع ده هيحدد لنا كل اللي في الليل. هنعمل الت ونشيل الحتة زيادة، بعدين نأديت ديفاين باتر. اوكي هنقفل الميل في الجديد، نشيل التحديد، نقول نختار الباتر من جديد، نخفي الجايد اللي عملناها. دلوقتي هنحولها القماشة، هناخد نسخة، هنخلي دي موجودة عندنا احتياطي، وناخد نسخة منها مستعدة. هنقفل دي
هناخد فلتر ليكوي أداة الورك، هنكبر السايز كده نحرك الأداة، نحرك القماشة شوية لحد ما تبقى يعني قدر الإمكان مناسبة للشكل. ممكن نصغر المقاس أو نكبره على حسب المتاح. ولو أكتر من مرة مفيش مشكلة، يعني لو طلعت مش مناسبة، النتيجة مش مناسبة، ممكن نرجع نكرر الفلتر تاني. دلوقتي هو طلعت النتيجة مش كويسة، النتيجة طلعت مش مناسبة، فهنعمل هنعيد الخطوات دي تاني، بس هنغير السايز بتاع الباترن. هناخد هنعمل الباترن الجديدة في المقاسات، مقاسات مختلفة. طبعا احنا بنحدد دايرة من الدوائر دي ونضغط على الت ونسحب، كل سحبة بدايرة جديدة بنحركها بالموف تول ونحطها في المكان المناسب لحد ما نكون شكل مربع. طبعا لازم الباك جراوند اللي تحته تكون ابيض، فاحنا في اللير اللي تحته بنحدد نفس المساحة اللي عملناها بالدوائر ونملاها بفيل من قائمة إيديت. يعني نقدر نقول وصلنا لنتيجة معقولة. نغير البلندنج مود، نخليه مالتي بلور مؤقتا. هناخد كل اللي عملناه ده نحطه في الجروب عشان مبخبطناش، ناخد منه ماسكة، نقفل هنا. نبتدي نحرك الأداة، نحرك القماشة شوية لحد ما تبقى يعني قدر الإمكان مناسبة للشكل. ممكن نصغر المقاس أو نكبره على حسب المتاح. هناخد النسخة التانية ونبدأ نظبطها على مقاسات القماشة اللي هي بتمثل الفستان اللي هو تحت الكورنيش. احنا اخدنا ثلاث نسخ منفصلة من الباتر، واحدة تمثل القماشة الأساسية للفستان، وواحدة تمثل الكم، وواحدة تمثل الكورنيش بتاع الديكولتي. وبعدين هنملى اللون بتاع الجسم، لأن المفروض إن القماشة شفافة. طبعا الجيب ده محتاج ينزل تحت هنحتاج نغير اللون.
ممكن نعمل ليب ديسكالر او نعدل على السطوع من هو سيبريشن. ممكن هنختار color balance. الأول هنعمل تأثيرات الظل بتاعت الجسم. هنزمل التنيات بتاع القماش طبعا الأجزاء الأمامية بتكون منورة والأجزاء الخلفية بتكون مظلمة، يعني لو في أي تانية الوش بتاعها هو اللي بيكون الضوء عالي. هنبدأ طبعا نحط تأثير الظل في التانيات بتاعت القماش. معروف ان الأجزاء الداخلية بتكون مظلمة والأجزاء العلوية بيكون الضوء واقع عليها فبيكون هي اللي منورة. هنعمل تأثير الظل في الليل وبعدين نحط تاتشات الإضاءة. لازم تكون أطراف الفرشة وبستي خفيف. في أماكن الإضاءة فيها تبقى شادة شوية. هنحاول نعمل التأثير بتاع الإضاءة في الجزء العلوي من الدراع بفرشة حادة الأطراف.